تقول أنا سريعة الغضب وأقوم بالدعاء على نفسي بالموت وعلى أبنائي، هل أنا مخطئة في هذا وبماذا تنصحونني؟ نعم أنت مخطئة في هذا، ولا يجوز الدعاء بالموت على نفسك ولا على أحد من أولادك أو أقاربك أو المسلمين، هذا عمل سيء، عليك بإمساك لسانك عن هذا الدعاء، لأن هذا من الاعتداء، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم.